السلام عليكم متتبعات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. ان شاء الله جبت لكم واحد الفكره اللي ان شاء الله يا ربي تستفدوا منها وتعجبكم. علاش لا، هنا كما كتشوفوا عندي البنان اللي خضر مازال صراحه ما طاب، وهنا درته في واحد البانيو ولبيت عليه هاد البلاستيكه. المهم نتوما ديروا اي بلاستيكه كانت، الا كانت كشي بلاستيكه كدوز الضو بحال هكا تكون بلاستيكه بيضاء، ممكن تزيدوا عليها شي زيف من الفوق ماشي مشكل. هنا راه كندرت هاد في البلاستيكه وكنبدا نطلع عليه نهار مورا نهار. كما كتشوفوا في واحد البنانه هكا من الفوق كندخلها شويه طياب، خليتها مازال. وهنا عاوتاني بعدا كما قلت لكم نهار على نهار كنبدا نطلع عليه كنشوفو ياك ما طاب هكا شي حبه ولا شي حاجه. المهم كنت دوز ليا تقريبا واحد 4 ايام، عاد ديك الساعه لقيتو كما كتشوفوا هكا راه طاب تبارك الله، شو تبارك الله كله تقريبا طاب. المهم نتوما الا لقيتو شي وحدين هكا طايبين والاخرين مازال ما طاب، ممكن تحيدو غير دوك الحبات اللي يكونوا طايبين والاخرين وخم ترجعوا لهم بلاستيكه هكا. وني تبدا تطلعوا عليهم ما تغفلوش عليهم، يعني نهار مورا نهار خاصكم ضروري تطلعوا عليهم. بالنسبه لي انا مازال شويه دوك التحسين كما كتشوفوا مازال شويه خضرين، وني صافي راه يعني الصفوريا فايته ليهم النص، صافي غادي نحيد لهم بلاستيكه وغادي نخليك على براني يعني غادي يكمل الطياب ديالو دغيا. صراحه صافي هنا دغيا هنا صراحه كيطيب كما كتشوفوا. ونتمنى هاد الفكره ديال اليوم تعجبكم، وما تنسونيش غير التعليق ديالكم الزوينه وبلي لايكات وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. وخليتكم على خير الى الفيديو المقبل ان شاء الله يا ربي.